مرحبا، نبدأ هذه النشرة بالعناوين. نايا حنا تخفو للأبد، فمتى تستيقظ عدالة لبنان؟ زيارتا لودريان وهوكستين، تزامن زمني أم سياسي؟ رفض لبناني لأي تفاوض حول الحدود البرية الجنوبية، فلتنسحب إسرائيل من أراضينا. رئيس التيار من البقاع الغربي ورشية إلى بشرة، الدولة المركزية فشلت. احتفال بالغ الرمزية بحضور باسيل وتو وبركة الراعي في وادي أديشة. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع وقناة otv.com.lb وعلى يوتيوب وحساباتنا على أكس، فيسبوك، إنستغرام وعلى تيك توك. بعد ضحايا المرفأ والطيونة والقرن السوداء وعين إبل والكحالة، غفت الطفلة نايا حنا اليوم. أما العدالة في الوطن المشلع فلم تستيقظ بعد، فيما اللائحة السوداء تطول والحسيب غائب والرقيب في غيبوبة. صحيح أن الظروف تختلف بين حالة وأخرى تماما كالمناطق والأطراف والمسؤولين، لكن سبب كل المآسي واحد: لبنان أرض وشعب لكن بلا دولة. فكيف تكون دولة والاستقلال الذي ظننا أننا استعدناه عام 2005 استولت عليه سفارات ودول؟ كيف تكون دولة وأموال الناس الذين خدعوا بالشعارات والوعود والجوائز مسروقة وثرواتهم الممكنة في خطر شديد؟ كيف تكون دولة بلا رئيس وبمجلس نيابي لا ينتخب رئيسا ولا يقر قانونا إصلاحيا وبحكومة لا تعرف من الميثاق إلا الصورة في الديمان؟ كيف تكون دولة والسلاح متفلت على مساحة الوطن من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب والشواهد كثيرة؟ كيف تكون دولة ويموت كل هؤلاء الناس ولا يحاسب أحد إلا بالكلام ولا يتخذ تدبير واحد إلا بالبيانات والتصريحات عبر مواقع التواصل والإعلام؟ كيف تكون دولة لا يعيش فيها إلا موت الضمير من سياسيين أو من كائنات لا يربطها بالإنسانية إلا الشكل وتصر على رصاص الابتهاج بالأحزان؟ أمس غفت نايا حنا، فمن سيخفو غدا وفي الآتي من الأيام وبسبب من؟ ابنوا لنا دولة، قوموا من موت الضمير. في الملفات السياسية، ترقب لزيارة كل من الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان والأمريكي أموس هوكستين إلى لبنان، والسؤال: هل الترابط بينهما زمني أم سياسي؟ وماذا ستحمل زيارة هوكستين إلى لبنان؟ تقرير سينتيا يمين. هل يترجم التزامن بين زيارتي جان إيف لودريان وأموس هوكشتاين لبيروت بالسياسة؟ تؤكد معلومات الأو تي في في هذا الإطار ألا معطيات رسمية حتى الساعة حول الموضوع، كما أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يتبلغ بعد بزيارة هوكشتاين، وكذلك بالنسبة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلا أنه من المؤكد أن زيارة الوسيط الأمريكي ستكون من حيث الشكل ذات طابع احتفالي لمناسبة بدء الحفر في البلوك رقم 9، حيث سيقوم بزيارة منصة الحفر على اعتباره المعني الأساسي بالملف النفطي، كما أنه لعب دورا أساسيا كوسيط في ملف الترسيم البحري، إلا أن المصادر لم تستبعد أن تكون الزيارة استطلاعية أيضا، علما أنها لن تحمل عناوين محددة وكل ما يحكى عن تفاصيل يبقى في إطار التحليل والتكهنات السياسية. أما عما يحكى عن مبادرة هوكشتاين لمعالجة ملف الحدود البرية في لبنان، فتجيب المصادر بأن هذا الأمر مرفوض، حيث أن نقاط التحفظ واضحة ولا لزوم لمفاوضات، بل يجب الضغط على الجانب الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. وبالتالي تترقب الأوساط السياسية وصول المبعوثين الفرنسي والأمريكي إلى لبنان بانتظار مسار ونتائج كل زيارة وما سينتج عنها من انفراجات داخلية للأزمات اللبنانية أو مزيدا من التعقيدات مع تقدم ملفات أخرى أكثر أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي على حساب الملف اللبناني.
احتفال بالغ الرمزية في بشر في حضور رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ونائب بشر ويليام تو وبركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في وادي أديشة. حضرت اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة كمحور أساس مع غيرها من الملفات الوطنية في كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعضو التكتل الوطني المستقل النائب ويليام تو خلال احتفال في معمل مارليش عوادي أديشة الذي حضره البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفعاليات دينية وسياسية وشعبية. الأهم أنه هالمشروع هو نموذج تطبيقي فعلي لإيماننا المشترك بأهمية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة يلي اليوم التيار الوطني الحر ورئيسه عم بيخوضوا معركة تطبيقها بعد أكثر من 30 سنة تعطيل تطبيقها كبند أساسي من اتفاق الطائف. والملفت اليوم أنه باقي القوى السياسية الأساسية بالبلد صاروا عم يتجاوبوا مع ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة لأنه بعد كل هالمصايب يلي لحقت بالناس صار واضح وأكيد أنه هي الممر الإلزامي لقيام الدولة وحماية مؤسساتها وتأمين كرامة وحرية شعبها، والأهم لأنه هي المدخل الإلزامي الوحيد لكسر تسلط تحالف المافيات، مافيات السلطة والمال والفساد وهدر المال العام بكل القطاعات على حقوق الناس وعلى خيرات الدولة. إذا في عنا دولة فشلت لليوم إنها تقدر تأمن هالخدمة للناس، على القليلة تترك الناس إنها هي تقدم هالخدمة لحالها. وإذا نحن ما قدرنا ننجح بقانون اللامركزية بإقراره وبتطبيقه، أنا بدي كل مواطن لبناني وكل مسؤول لبناني وكل منطقة تبلش تفكر وتنفذ كيف هي بدها تقوم بحاجاتها، لأنه اللامركزية الإدارية المالية الموسعة بنقدر نحن نفرضها على أمر الواقع بحياتنا اليومية. هيدا منه معمول للمسيحيين أبدا، هيدا لكل اللبنانيين، وهيدا شيء مستحق لكل اللبنانيين، لأنه هيدا الحل الوحيد ليصير فيه انماء محلي ومناطقي وعادل، عادل لكل منطقة. ومش مزبوط انه في منطقة رح تنغبن، لانه كل منطقة عندها مواردها، والمنطقة يلي بذهن البعض انها ما بتدفع في عندها كثافة سكانية تقدر بس تدفع تأمن موارد اكثر. الصندوق الائتماني يلي هو كمان بيعبر عن فشل الدولة بإدارة مواردها ومرافقها، ويلي اجى الوقت انه تضل هالاصول وهالاملاك ملك الدولة اللبنانية، بس اجى الوقت انها تندار بفعالية من قطاع خاص مستعد يستثمر ويعمل خدمة منيحة للمواطنين ويأمن مداخيل اضافية للناس ولا الدولة، لانه كمان ما في حل للمودعين باستعادة جزء من اموالهم من دون هيدا الصندوق الائتماني. ما بناخد نفس ولا اكسجين ولا البلد بيتنفس ولا شعبنا بيرتاح إلا ما تنشال هالإيد القابضة على مواردنا وعلى مرافقنا، وهذا الحل هو باللامركزية وبالصندوق الائتماني. تو أكد أن عدم التفاهم على التحالف في الانتخابات مع باسيل لم ينسف التعاون في هذا المشروع. هالمشروع هو لكل إنسان بهالجبة دون أي تمييز، لا مناطقي ولا عائلي ولا حزبي ولا سياسي. وبهالمشروع نحن أطلقنا الخطوة الأولى على طريق زيادة إنتاج الطاقة النزيفة ببشري وإن شاء الله بكل لبنان. البعض فكروا، ويمكن نحن من هالبعض، إنه عدم التفاهم على التحالف بالانتخابات النيابية الأخيرة مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل رح ينسف التعاون معه ومع فريق وزارة الطاقة لإنجاح المشروع. بس كلمة حق وحقيقة لازم نقولها، وقفة ضمير ما تعودنا غير نقولها، انه الوزير جبران باسيل ضاعف جهوده أكثر وأكثر لإنجاح المشروع الحيوي استراتيجي، لأنه بيعرف مدى أهمية هالمشروع بتعزيز وترسيخ وجودنا بهالأرض. وبانتظار تعميم هالتجربة على كل منطقة بلبنان للانطلاق بمسار بناء الدولة، لازم نأكد انه ما في دولة على وجه الارض
فيها تقوم بمؤسساتها من دون رأس الدولة. وصار الوقت لنكون إيد وحدة تحت عباية سيدنا البطرك لتأمين وصول هالرئيس ومواكبته بمشروع كامل لبناء دولة المواطن والحق والقانون واسترجاع هيبة وانتظام مؤسسات الدولة ومحاسبة يلي نهبوا خيراتها وخيرات أهلها. باسيل لفت إلى مسألة التضليل الإعلامي الذي حذر منه اليوم البابا فرانسيس، مؤكدا أن التدقيق الجنائي كشف حقيقة هذا التضليل. الحل الوحيد هو هيدا، وكل التضليل يلي عم بيصير غير هيك بالإعلام. وعلى فكرة اليوم البابا فرانسيس صباح هيدا اليوم بيقول إنه التضليل هو الخطيئة الأولى للإعلام. هيك عن أربع خطايا ما رح عددهم، تشهير والولع بالفضايح، بس قال التضليل هو الخطيئة الأولى بالإعلام يلي عم تتمارس بأفضل وبأشنع طريقة هون بلبنان، لما بيوهموا اللبنانيين بغير الحقائق. والتدقيق الجنائي يلي طلع ظهر الحقيقة، هلا بالتضليل بجربوا يحطوا قسم من المسؤولية على الكهرباء، لأنه في سياسة دعم قررت الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية بعكس نحن رأينا وإرادتنا أنها تعمل سياسة دعم للكهرباء، كانت تتكلف كل سنة شرية فيول مليارين دولار ويتسجلوا خسائر. هيدي كل سياسة دعم ما بنقدر نطلع منها إلا لما بيصير في إدارة واستثمار فعلي لكل موارد الدولة، وهيدي يلي بتعمل الإنماء الوطني الشامل. بدوره البطريرك الراعي توجه إلى طوء وباسيل بالقول أن كل ما تكلمتم به هو مدخل لخروجنا من النفق المظلم. شكرا لك لأنك جمعتنا، بس ما بدي لك شكرا كمان لأنه هون نحن عم نحكي عن الكهرباء وعن النور، لأنك سلطت الأنوار أنت والوزير السابق نايبنا الحبيب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، سلطت الأنوار على كل مشاكلنا السياسية والوطنية، فلولا الكهرباء ما كنا حكينا فيهم. أولا بدي أشكرك على كل هالإنارة اللي نورت فيها، ضويت فيها ظلمات بحياتنا السياسية، وكملها معالي الوزير نائبنا الحبيب جبران باسيل. على الأكيد المواضيع اللي طرقتوها وضويتوا عليها هيدا نحن بأمس الحاجة لها في لبنان. كل شيء تكلمتوا عنه معاليك ونائبنا الحبيب بالقضايا اللي ذكرتوها ما بدي عيدها، نعم هيدا مدخل لخروجنا من هالنفق المظلم هل عم نعيش اليوم في لبنان. هذا وتمنى الجميع أن يكون تدشين قناة جر المياه في وادي أديشة لإنتاج كهرباء إضافية لمنطقة بشري والجوار نموذجا لكل لبنان. ومن بشري إلى البقاع الغربي، حيث أكد باسيل أن الحوار مع حزب الله وحول المركزية الإدارية والصندوق الائتماني وحول مشروع بناء الدولة لينتخب على أساسها رئيس يتوافق مع هذا المشروع. إذا أردنا أن يكون عهد الرئيس القادم ناجحاً، علينا أن نقوم بتغيير حقيقي في البلد على الأقل على مستوى حياة الناس. لذلك طرحنا موضوع اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني. الكلام لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال رعايته العشاء السنوي لهيئة قضاء البقاع الغربي في التيار الوطني الحر. انتخاب الرئيس وحده ما بقوا الحل، هو ضروري ولازم وله الأولوية أكيد، وما فينا نعمل شيء من دون وجود رئيس جمهورية، ولكن هو وحده ما بيكفي. ولهيك طرحنا هودا الموضوعين ولقينا أنه من الضروري أنه إذا بدنا نعمل عهد ناجح وبدنا نعمل تغيير حقيقي بالبلد على القليلة على مستوى حياة الناس. بعرف أنه هولي ما بيحلوا لا سياستنا الخارجية ولا بيلاقوا حل لمشكلة السلاح والاستراتيجية الدفاعية وعلاقتنا مع سوريا أو مع السعودية أو مع إيران أو مع أمريكا، مع الغرب أو مع الشرق، بس هودي بيسمحوا لللبنانيين أنه يقدروا يعيشوا بكرامتهم وتوصلهم خدماتهم مثل ما لازم.
باسيل تطرق إلى موضوع الصندوق الائتماني مؤكدا أنه مخصص لأملاك الدولة ومرافقها حتى لا تبقى عرضة للجشع والطمع والسرقة. إنما الصندوق الائتماني هو منحط فيه هو صندوق أمان، تنسهلها، أمان لأملاك الدولة ومرافقها طما يضلوا عرضة للجشع والطمع والسرقة، لأنهم سرقوا كل مرافقنا. ومن بعد ما صار الانهيار ب 17 تشرين بعض البنكرجية وأصحاب المنظومة المالية والسياسيين حاطين عينهم على أملاك الدولة وفكرهم أنه إيه الدولة عندها أملاكها بتبيعها وبتدفع للمودعين الخسائر وبتعوض كمان على البنوك. نحن مشروعنا تماما العكس، الدولة بتحافظ على أملاكها بس بتستثمرها وبتجيب القطاع الخاص يستثمر فيها، والمطار يلي بيسوى اليوم مليارين دولار بيصير بيسوى 10 مليار دولار، وبهيدا الفرق وبالأرباح يلي بينعملوا منه منرد جزء من الأموال تبع المودعين. تيار الوطن الحر كان عنده الجرأة أول حدا يقول للمودعين مصرياتكم راحوا. نحن ما كذبنا على الناس مثل كل السياسيين الكذابين ونطلع نحكي بالإعلام أموال المودعين لا يمس بها، ما يا كذابين هن 190 مليار دولار باقي 7 بالمصرف المركزي. بس هيدا الكذب على الناس، هيدا مهنة سياسيين هيدا البلد، بس انه قال تنضل كوركت سياسيا انه هن بيحكوا حلو ومشلبن والمصريات راحوا. اذا بدنا نصدق مع الناس نعمل الصندوق الائتماني تنرد لهم جزء ومش كل امواله. أما في موضوع الحوار مع حزب الله فأكد باسيل أنه فقط حول اللامركزية والصندوق الائتماني وحول مشروع بناء الدولة لينتخب على أساسها رئيس للجمهورية. وحوارنا مع حزب الله هو اليوم حول هالنقاط وبس، حول اللامركزية، حول الصندوق الائتماني، وحول مشروع بناء الدولة تيجي على أساسهم رئيس بيتوافق مع هالمشروع لبناء الدولة، لأنه نحن ما حنقبل برئيس بجسد للبنانيين فكرة الدولة وعلى القليل بيعطيهم أمل أنه بعد هيدي الدولة فيها تقوم. وإن شاء الله هيدا الحوار بيتوسع تيطال كل الأفريقاء. لما عملنا بال 2006 ورقة التفاهم ودعينا الكل يشاركوا فيها رفضوها وتهجموا علينا. اليوم هيدا المشروع ما بيخص التيار الوطني، بيخص كل اللبنانيين. والكل بالاخر تينقروا هالقانونين اصلا لازم يمرقوا بمجلس النواب وكل الكتل النيابيه تكون معنيه فيهم. وهيدا الشيء اللي بياخذنا تنكون ما عم نعمل مشروع فئوي لحدا او لمنطقه، هيدا مشروع لكل اللبنانيين. نحن تيار الحقيقه والثقه بيننا متبادله، كذلك المحبه، قال باسيل متوجها الى التياريات والتياريين الذين جددوا له الثقه بعد فوزه برئاسه التيار. الثقه والمحبه ان شاء الله بيكملوا وما حدا بيقدر يفوت بيناتنا ولا حدا. بتعرفوا الطامعين كتار سفرات واحزاب جوا وبرا، ويا ما اكثرهم ويا ما أقوينا نحن بمحبتنا لبعضنا وبثقتنا ببعضنا. وكل مالهم وكل وسائلهم ترغيب وترهيب، هودي اللي ما عندهم ثقة ومحبة ما بيفهموا معناتهم، مشان هيك رح يفشلوا قدامنا. ومشان هيك التيار الوطني الحر بقضيته بمبادئه رح ينتصر. بدنا نضلنا بهذا الإيمان، نحن الأوادم أقوى من الزهران. باسيل شدد على أن منطقة البقاع الغربي فيها تاريخ للتيار وهي غنية بخيراتها، لكنها منطقة متروكة من الدولة المركزية وسياساتها التي حصرت كل شيء بيد المنظومة وأفقرت البلد. وكان باسيل فاجأ مخيم الشباب في حرش رشيا الفخار بالأمس بزيارة خاصة وحث الشبيب على الصمود والثبات في أرضهم. وأكد باسيل أمام الشباب ضرورة الصمود والثبات في الأرض وعدم تجرع كأس الغربة، وقال لأنكم أنتم الشباب الذين ستبنون مستقبل لبنان، ونحن في التيار الوطني الحر نعمل ما في وسعنا لنبني هذا البلد الذي نحب، ونسعى بكل ما أوتينا من قوة ونبذل كل جهد لنصونه ونعيش على أرضه بكرامة وحرية.
سأل البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي ماذا يبغي السياد تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للدستور منذ أشهر، ولماذا يحرم لبنان من انتخاب رئيس؟ ورأى الراعي في عظة الأحد أن المعطلين يعادون الطائف ويدركون أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع إجراء تعيينات واتخاذ قرارات إجرائية، وينتقدون مقاطعي الجلسات حفاظا على الدستور ويبتكرون الضرورة للتشريع والتعيين والإجراء. فيا ليت المسؤولين السياسيين عندنا يسمعون في قرارة نفوسهم كلام الله، وبخاصة الذين في قبضة يدهم فتح البرلمان اللبناني ودعوة المجلس لعقد جلسات انتخابية متتالية لرئيس الجمهورية وفقا لمنطوق المادة 49 من الدستور. في زمن الأسئلة نسأل نحن أيضا، لصالح من تحرم دولة لبنان من رئيس لها؟ بدونه تنشل جميع المؤسسات. لماذا ينتهك منذ 10 أشهر الميثاق الوطني لسنة 43 الذي كرسه اتفاق الطائف سنة 89؟ لماذا ينتهك منذ 10 أشهر هذا الميثاق الذي ينص على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا ورئيس الحكومة مسلما سنيا كتعبير فعلي للعيش المشترك؟ ونسأل بالتالي النافذين الممعنين في انتهاك هذا الميثاق الوطني، كيف توفقون بين هذا الانتهاك السافر والمتمادي ومقدمة الدستور التي تنص على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك؟ ألا يطال هذا النص شرعية ممارسة المجلس النيابي والحكومة؟ تعامل التيار الوطني الحر بلا مبالاة مع تصعيد محطة حزبية ضده في أسرار اليوم. قرأت أوساط سياسية في تعامل التيار بلا مبالاة مع تصعيد محطة حزبية ضده بأنه تفويت للفرصة على مرجعيتها السياسية المنزعجة من حوار التيار والحزب، كما من التدقيق الجنائي ودور الرئيس عون في مسألة التنقيب. لا يزال مرجع حزبي يعول على تقاطع أكبر بين التيار والقوات في الملف الرئاسي، مع الإقرار بأنه معلوماته شحيحة حول حوار ميرنا الشلوحي وحر تحريك. أقر وجه إعلامي في مقابلة تلفزيونية أخيرة بأنه كان يتقاضى بدلاً كبيراً من رياض سلامة لقاء استشارات وصفها بالقضائية كان يقدمها له من دون أن تعرف ماهية الاستشارات المذكورة. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن التعديلات المطروحة دوليا لتعديل مهمة القوات الدولية وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة رسميا وشعبيا. هل يكفي أن يتم الاقتصار فقط على هذه المعالجات الجزئية دون أن يكون هناك معالجات جذرية؟ هل يجوز بعد مضي 4 سنوات على انفجار الأزمة المالية الاقتصادية في هذا البلد دون أن نتمكن من إقرار التشريعات الضرورية بدءا بخطة التعافي أو استعادة النظام المالي وصولا إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى كل هذه التشريعات الضرورية التي تعتبر
شرطا وإطارا لا بد منه إذا أردنا أن ننقذ البلد على المستويين الاقتصادي والمالي. يبقى أن أشير أيها الأخوة وأيتها الأخوات إلى نقطة أعتبر أيضا بأنها راهنة وشديدة الأهمية، وهي ما يتصل بهذه الضغوط الدولية على الأمم المتحدة لتعديل مهمة القوات الدولية في الجنوب اللبناني وتعديل قواعد تحرك هذه القوات في هذه المنطقة الجنوبية. خلينا نحكي بصراحة، إذا أرادت هذه القوى، القوات الدولية أعني، أن تبقي على علاقة الصداقة وأن تنمي علاقة الثقة بالمجتمع المحلي في الجنوب اللبناني وأن تزيل مواطن الشك الكثيرة التي تعتري هذه العلاقة، على هذه القوات أن تبقى في موقع التنسيق والتعاون مع الدولة اللبنانية وأجهزتها، وتحديداً الجيش اللبناني الذي يعتبر تحرك القوات بالاستناد إلى التنسيق والتعاون والتلازم مع الجيش اللبناني إنما هو شرط لازم لا يمكن تجاوزه، وأن السعي لتعديل قواعد التحرك إنما هو مرفوض رسمياً وشعبية، ولا يجوز بنحو من الأنحاء أن تدفع هذه الضغوط الدولية كي تبدو هذه القوات الدولية وكأنها أداة بيد العدو الإسرائيلي، وكأن حرصها على الدوام هو فقط للاستجابة إلى الشروط والمطالب التي يسعى العدو الإسرائيلي إلى فرضها وإلزام القوات الدولية بها. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم يكشف عن موعد مبدئي لزيارة لودريان ويعلن الموقف من النقاط في موضوع المركزية الموسعة. حتى الآن لم يتم تحديد موعد للزيارة، ولكن قيل أنه قد تكون في النصف الأول من أيلول، ولا جديد طبعاً. في كلام لافت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا، ولكن انا اضل اقول يعني رئيس الحزب وليد جنبلاط، يقول لابد من التحاور مع امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، مش بس لموضوع انتخابات رئاسي ولكن لمستقبل لبنان. ابدا، هذا الكلام الايجابي، هذا الكلام الرؤيوي، هذه الروحيه الحواريه المشتركه أن تكون دائما موجودة في بلدنا. تعولون من بعد هالكلام أن وليد جنبلاط يبدل رأيه، وفي حال سار التيار الوطني الحر في حال بسليمان فرنجية أن يسير حكما اللقاء الديمقراطي؟ نحن علينا أن نرتبط الأمور، لكن طبعا تعودنا أن يكون دائما وليد جنبلاط في المواقف الانقاذية ومساهمة إيجابية. دائما طبعا الظروف التي تفرض والمعطيات. في حوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر كثر يعولون على هذا الحوار، انتم عم بتناقشوا مع حزب الله تحديدا بنقطة اللامركزية الموسعة، يعني صار في نقاش بين الرئيس بري وحزب الله بهذه النقطة للتيار الوطني الحر، وهل الأجواء إيجابية عند الرئيس بري تحديدا؟ نحن موضوع الحوار بعد نحن دعاة هذا الحوار، يمكن إلا أن نكون إيجابيين من أي حوار. منفتحون يعني على اللامركزية الموسعة، بدي موقفكم من هالنقطة. نحن مع كل ما هو مادة دستورية، نحن أحرص على الدستور وعلى ضرورة تطبيق مواد الدستور واتفاق الطائف بالبنود هذه اللامركزية الإدارية، هي أحد أهم هذه البنود، ولكن ضمن رؤى والمالية والمالية واللامركزية المالية. لا أبدا، المالية لم تكن أساسا في صلب هذا التوجه، لكن علينا أن نناقش بما يخدم مصلحة بلدنا والحفاظ على وحدة هذا البلد وتوافقه خيرا. يعني أنتم مش منفتحون على اللامركزية المالية الموسعة؟ لا، المالية طبعا عندنا رؤية مختلفة، مقاربة مختلفة، لكن نحن إيجابيون في أي نقاش ومستعدون للنقاش كل ما يمكن أن يحدث بالبلد. في يكون إيجابيات بهالحوار؟ شايفين إيجابيات يعني ولا شو؟ ممكن لا، أي حوار ممكن يكون ما أنتم رافضين اللامركزية المالية، كيف بده يكون في إيجابيات؟ ورافضين صندوق ائتماني. في تحت اللامركزية المالية من خوف من وزارة المال تضل تحت السيطرة؟ ونحن مع ما يكون
ايجابيا ونتاجا مستقبليا للبلد. لا طبعا نحن لا نسير وفق رؤيه محدده لاي فريق. فصل اول ونعود الى النشره. أهلا بكم من جديد. 27 آب 1978 في تاريخ اليوم. ب 27 آب 1978 وبعد شهرين ونص تقريبا على مجزرة إهدن وقعت معارك عنيفة بين الجيش السوري والقوى العسكرية التابعة للجبهة اللبنانية في الشمال المسيحي ولا سيما بلدات وقرى قضاء البترون قبل أن تؤدي الاتصالات التي توليها الرئيس الياس ساركيس مع البطريرك مار أنطونيوس بطرس خريش وقائد الجيش العماد فيكتور خوري وقائد قوات الردع العربية اللواء سامي الخطيب إلى تسلم الجيش اللبناني المنطقة والفصل بين المتقاتلين. افتتاح سوق على شاطئ استراحة صور السياحية بهدف إنعاش السياحة في المنطقة. تحت عنوان سوق بالرست افتتحت استراحة صور السياحية بالمشاركة وبالتعاون مع نيوفيجن بلاس وأورا ميديا ونادى ام سي اس فعاليات السوق السياحي بصور بحضور عدد من المنتشرين اللبنانيين من كافة المناطق اللبنانية وشارك فيه أكثر من 100 عارض ومؤسسة بهدف إنعاش السياحة في المدينة. وتضمنت فعاليات السوق يلي هو الأول من نوعه على شاطئ الاستراحة عرض منتجات لبنانية ومنريفية ولوحات وحرف. يعني كلنا استراحة صور أو كل لبنان عم نجرب نشجع السياحة، كلنا عم نشتغل لهالوطن، بدنا الوطن يشتغل له. وهيك مشروع بينعش المنطقة، بينعش صور، بينعش كل الجنوب. في ناس من كل المناطق عم تتوافد مثل ما شايفين. انطلاقة السوق رح يكون أول مرة، ما زال أول مرة عم بينعمل، هو دعوة لكل مغترب ولكل مقيم يجي يشجع السياحة الداخلية. بدنا جنوب ينتعش، بدنا كل لبنان ينتعش. المشارك فيه هو أهل المنطقة طبعاً. في ناس قصدت تجي من صيدا، من بيروت، من مناطق نبطية وجوار سور. هيدي بس أول مرة وإجوا من كل المناطق. لنشوف مرة الجاي ما بعرف من وين حيجوا العالم. عم ينعرض مختلف البرودكت أشغالهم. في مونة، في أرتيزانا، في سكات، في شمع، في لوحات، في فاشن ايتمز، في حتى شركات مثل ماستر كارد عم يعملوا بروموشن للسيرفيسز اللي لهم. كرمال هيدي الايفنت مثل ما خبرتك انه الحلو فيها انه رجعت جمعت العالم من وقت كورونا. بتعرف انت ما بقى في هالتجمعات، اليوم رجع لبنان يشهد هيدا التجمع ونحن كثير بحاجه له. هيك بتحس السياحه بترجع بتنتعش بلبنان وبتعمل مردود كثير لبلدنا، وهذا نحن كثير بحاجه له. هيدا الايفنت اول مره بيصير على شاطئ استراحه صور، هو من تنظيم اورا نيو فيجن. نعمل لتشجيع السياحه بقلب البلد ونضوي على مناطق اوريدي منا تقليديه، يعني مش دائما المعارض تصير بمناطق معينه، كمان نفتح على مناطق موجوده بلبنان وكثير حلوه ومش كل العالم عم بتزورها. كما عبر عدد من الزائرين عن سعادتهم لوجود هذا السوق يلي بيجمع كافه اطياف البلد وخيراته ومنتوجاته. وتخلل السوق عروضات والعاب قتاليه لابطال لبنانيين دوليين بلعبه التاي بوكسينج، وكان الفنان علاء الامين قدم وصله فنيه. النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. الرياضة، نتائج اليوم الثاني لبطولة لبنان في الكرة الطائرة الشاطئية. أحرز الثنائي بول بوعائل وشربي الخويري لقب بطولة لبنان للبيتش فوليبول 2023 بفوز بالنهائي على الثنائي شفيق صليبة وجو أزي 2-1 15-21 21-15 و16-14 بالمباراة النهائية اللي أجريت على شاطئ الرميلي بساحل الشوف بإشراف الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ورعاية XXL إنرجي درينك وشركة أبي رميا أخوان. حضرت النائب حليمة كعكور ورئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد الأصوف
ورئيس مجلس إدارة شركة أبي رميا أخوين وكيلة XXL الرئيس السابق للاتحاد ميشيل أبي رميا، نائب رئيس الاتحاد المهندس علي خليفة وأعضاء الاتحاد وأشرف على التنظيم عضو الاتحاد ورئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية غسان إرداحي وفريق عمل من نادي الشبيبة الرميلي. عند السيدات أحرزت لقب ميرفت حمزة وميرنا شيخو بفوز على سارة عكيري ونور حمزة 2-0 21-16 21-17 لا يحتفظوا باللقب يلي أحرزوه السنة الماضية. وعلى المركز الثالث عند السيدات ربحت لارا الناهي وريم العلي على ميرا عدرا وليا شبيب 2-1 18-21 21-15 و17-15. وتوج رئيس الاتحاد وليد الأصوف ورئيس مجلس إدارة أبي رميا أخوين ميشيل أبي رميا والنائب قعقور والأباتي جوزيف الأزي رئيس بلدية جدرة وطبيب قضاء الشوف الدكتور بيير عطلة ونائب رئيس الاتحاد علي خليفة الأبطال والبطلات. ماذا في الأحوال الجوية مع بولين عون؟ مساء الخير. منخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية عم بيأثر على طقس لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. نشهد انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتصير دون معدلاتها الموسمية. جونا لبكرة غائم جزئيا ودرجات الحرارة بتتسجل على الشكل التالي. منبدأ بعكار عم بتسجل 30 درجة، طرابلس أيضا 30، العاصمة بيروت 29 وصور 31 درجة. بعلبك عم بتسجل 30 درجة، اللقلوق 23، زحلة وجزين 29 درجة. نسبة الرطوبة ساحلا توصل ل 70%، رياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 و30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمائج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. للثنين والثلاثة جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة لتصير دون معدلاتها الموسمية. الرياح ناشطة مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة بالمناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال لظهور بعض الخلايا الرعدية خلال الليل. أما درجات الحرارة فعم بتسجل للثنين والثلاثة 29 درجة. للأربعاء والخميس جونا بتابع قليل الغيوم، درجات الحرارة ساحلاً عم بتسجل 30 درجة للخميس وللأربعاء أيضاً. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية، بلاقيكم بكرة، تصبحوا على خير. النشرة انتهت. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر صفحات OTV على مواقع التواصل الاجتماعي X، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، عبر قناتنا على يوتيوب. شكرا للمتابعة ونلتقي بيوم جديد إن شاء الله.